بسم الله الرحمن الرحيم. حروب الشائعات والأكاذيب لا تريد أن تتوقف، تحاول استغلال كل الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وكيف تتوقف ونحن أمام عدو ينتظر اللحظة يسعى بكل ما يملك من قوة ظنا منه أنه يستطيع خلخلة المجتمع، ظنا منه أنه يستطيع إهالة الثرى على كل شيء على أرض هذا الوطن. كما قلت سابقا، نعترف أن هناك مشاكل وأن هناك أوضاع صعبة وأن هناك أزمة في العملة الصعبة، كل دي حاجات عارفينها ومدركينها، وعارفين في نفس الوقت أن هذه المشاكل لا تخص مصر وحدها، لكنها مشاكل موجودة نتاج أزمات عالمية وإقليمية، وإحنا جزء من هذا العالم. ما أقدرش أقول إن إحنا أبرياء 100%، عندنا مشاكل وعندنا أخطاء، لكننا دوما نسعى إلى إصلاح الخطأ. إحنا ماشيين في تجربة بعد مرحلة فوضى شديدة وكبيرة، بعد ما كانت الدولة دي ستمضي إلى النفق المظلم، تم إنقاذها وتم بناءها وتم السعي لأن تكون رقما مهما في معادلة المنطقة وفي معادلة العالم بمواقفها السياسية المتزنة وبحكمة القيادة في الأداء وبالسعي الدؤوب للحفاظ على الأمن القومي، الأمن القومي المصري أمام التحديات التي تواجهه على كافة الاتجاهات. هذه أمور يعرفها كل مصري، يعرفها القاسي ويعرفها الداني، يعرفها المحب والمنتمي ويعرفها الكاره والمعادي. هؤلاء الذين نصبوا من أنفسهم في الخارج أبواق كأنها تريد أن تقول للمصريين أنتم غائبون عن الوعي، ونحن الذين نمتلك الفهم والمعلومة الصحيحة. بئس هذا الكلام. فكل مصري وطني شريف بيزعل من بلده، في مشاكل وغيره، لكن بيحافظ على بلده وعلى أمن بلده وعلى استقرار بلده وعلى جيش بلده وعلى شرطة بلده وعلى مؤسسات الدولة المصرية. المشكلة ان دول مش عايزين يعرفوا ده، يهزمون في المعارك ويرد عليهم الشعب كل يوم كما رد في 11/11، ولكنهم لا يريدون أن يفهموا. تميزوا بالغباء الشديد، ادعاءات وأكاذيب وإشاعات، كل ده بيتبدد، كل ده بيظهر أمام العالم كله أن هذه مجموعة من الكذابين ولها ذيول على الأرض داخل مصر، لا هم لهم إلا بث الأكاذيب والشائعات، وكأننا أمام لحظة احتقان يسعون إلى توظيفها ليس لمصلحة الشعب، وإنما ظنا منهم أن عجلة التاريخ يمكن أن تعود إلى الوراء، وأنه يمكن أن يتبوأوا الحكم والسلطة مرة أخرى. مساكين غائبون عن الوعي، لا يدركون حقائق الأشياء ولا يعرفون طبيعة الشعب المصري. وأنا عايز أقول لكم، الأسبوع اللي فات بعد وفاة نجل الفنان حسن يوسف رحمة الله عليه، خرج فنان أو معتزل وجدي العربي الإخواني المعروف، أحد ذيول الإخوان، وكتب شامتا في حسن يوسف، في الإنسان المبدع الملتزم الوطني وزوجته السيدة الفاضلة المؤمنة الواعية، تعمد أن يجرحه في لحظة يتألم فيها الرجل وزوجته وأبنائه. لماذا؟ لا لشيء، لأن حسن يوسف يجب أن يذوق طعم ما حدث لفلان وعلان من أسياده
ومرشديه والإخوان الذين احتكموا إلى العنف ضد الدولة المصرية. ماذا فعل حسن يوسف حتى تشمت فيه هذه الشماتة التي لا تمت لدين ولا قيم ولا أخلاق؟ نحن لا تعنينا شماتتكم ولا يرهبنا قبح كلامكم، ولن ننسى أبدا شماتتكم في موت الشهداء الأبطال رجال الجيش والشرطة. لن ننسى فرحتكم باستشهاد المستشار هشام بركات وأحمد المنسي وغيرهم كثيرون وسالم اللافي وغيره من مواطنين لمقاتلين لمناضلين. لا ننسى حتى شماتتكم في أصحاب الرأي، كل من اختلف معكم عندما يرحل إلى الرفيق الأعلى تخرج أبواقكم وألسنتكم المسمومة لتعبر عن شماتتها في هذا الشخص أو ذاك. أي قبح هذا؟ وعن أي دين تتحدثون؟ وعن أي أخلاق تتباهون؟ أنتم حاقدون لا تعرفون للأخلاق ولا للقيم طريقا، ولا تعرفون ديننا الحنيف الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرضى بالشماتة. يا وجدي العربي، لقد قلتها لك، والدك لم يحسن تربيتك، لم يفهمك تماما معنى القيم ومعنى الأخلاق ومعنى الصمت في لحظة الموت. أنت بلسانك أسوأ داعية لجماعة كانت تتحدث عن القيم والأخلاق، فإذا بها تظهر بوجهها الحقيقي أمام الشعب المصري. لا أعرف كيف نعتذر للفنان المبدع حسن يوسف على أن كثيرين صمتوا في مواجهة هذا القبح، فقد كنا نتمنى كل مواطن مصري يبعث برسالة على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الشخص أسود القلب عديم القيم والأخلاق. حرمة الموت لم يراعوها، تعدوا كل القيم واعتدوا على كل الثوابت، لكن الله أكبر من الجميع. رحم الله نجل الفنان حسن يوسف وأسكنه فسيح جناته. الحقيقة كثير من الأصوات التي تنهق هنا وهناك، وأقصد هؤلاء المتابعين.